كان بمدينة بغداد بزمن الخليفة هارون الرشيد حمال فقير اسمه هنديباد. وبيوم من أيام الصيف قعد هنديباد بجنينة قصر عالي ليستريح، لأنه مشي وتعب كتير والشوب هلكه، وحط جنبه الحمل التقيل تبعه. وهو متسطح بالجنينة هب نسيم عليل حمل معه ريحة الورد يلي بالجنينة، وهبت بنفس الوقت ريحة المشاوي والأكل من جوات القصر. سمع هنديباد صوت الطيور عالشجر عم تغني، وسمع صوت الموسيقى والغني يلي جايين من القصر، وفكر إنه في عرس هنيك. راح هنديباد لعند خادم من القصر، شافه لابس أحلى الأواعي، ولما سأله عن اسم صاحب هالقصر البديع قال له الخادم وهو مدهوش: كيف بتسأل هيك؟ في حدا بكل بغداد ما بيعرف السندباد البحري صاحب هالقصر يلي شهرته ركب البحور وجاب البلاد وشاف عجايب الدني ووصلت سمعته لأطراف الأرض. رجع الحمال لمكانه وقعد يفكر بكل هالنعيم، وكان على طول يسمع الناس يحكوا كيف السندباد جمع ثروته. اطلع الحمال هنديباد لجمال الحديقة وفخامة القصر، وشاف قديش هو بائس وفقير وصاحب غضب. سبحانك يا ربي، تغني من تشاء وتفقر من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. أنا بتحمل الهم والوجع لحصل أكل يومي إلي ولولادي، والسندباد عنده هيك قصر وعايش بهالنعيم بدون ما يعمل شي. شو عمل السندباد لحتى يستحق كل هالنعم؟ وشو عملت أنا لحتى أشقى هيك؟ ولما كان هنديباد غارق بتأملاته، إجا خادم من القصر عم يدعيه ليقابل معلمه. خاف الحمال وقال لحاله إنه أكيد السندباد سمع كل شي قاله. اعتذر للخادم بلكي بيفلت من العزيمة، بس ما قدر وراح مع الخادم وهو عم يتوقع الشر. مشي الحمال مع الخادم لحتى وصلوا لغرفة فخمة، وبنص الغرفة كان في وليمة كبيرة من أطيب وألذ الأكل والشرب. شاف جماعة من الناس قاعدين، وشاف زلمة بدقن شايبة شكله بيوحي إنه زلمة كبير القدر قاعد بصدر الغرفة، وعرف إنه هاد السندباد صاحب القصر. سلم هنديباد على الناس وهو منكس راسه من الخجل. قام أشر له السندباد وطلب منه يقرب منه مشان ما يخاف، وعزمه على الأكل، وأكل هنديباد وعبى بطنه. سأل السندباد البحري الحمال عن اسمه وشو بيشتغل، وطلب منه يعيد شو قال بالجنينة برات القصر من فترة. تلبك هنديباد الحمال واحتار وقال: يا سيدي، أنا بطلب السماح منك، قلت يلي قلته بسبب الفقر والحاجة والتعب، سامحني ولا تواخذني. قال له السندباد: ما رح واخذك على أي شيء قلته، أنا شفقت عليك وحسيت فيك، ومن اليوم وطالع أنت أخي ورفيقي، بس لازم فرجيك حقيقة غابت عن بالك مشان يختفي الوهم يلي براسك. انت مفكر انه ثروتي اجت بلا تعب، مع اني ما حصلت هيك ثروة الا بعد سنين من الحياة الصعبة بتعجز الكلمات توصفها. رح احكي لك شو صار معي بسفراتي السبعة، وشو مرق على راسي من المشاكل والاخطار، لتعرف بنفسك شو عانيت حتى وصلت لراحة البال والسعادة يلي شايفها انت اليوم.